السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا التقديم اللي غادي نحاول إن شاء الله نتطرق فيه لتصحيح تمرين في الكيمياء من مباراة ولوج كلية الطب والصيدلة بالرباط لسنة 2009. إذا قبل ما نبدأ يعني في تصحيح هذا التمرين، لا بأس أننا نذكر يعني التلاميذ المقبلين إن شاء الله على اجتياز المباريات الوطنية وكذا مباراة كلية الطب والصيدلة. هنا خاصة التلاميذ اللي عندهم رغبة يدوزوا يعني المباراة ديال كلية الطب وعندهم رغبة يكملوا الدراسات ديالهم يعني في الميدان ديال الطب. مزيان، دونك لا بأس نعطيهم بعض الإرشادات والمعلومات يعني باش تكون عندهم دراية ويكونوا عارفين شنو تابعهم. مزيان، إذا تلميذ في الثانية بكالوريا في إحدى التخصصات التالية: علوم الحياة والأرض اس في تي سيونس دو لا في اي دو لا تير، العلوم الفيزيائية بي سي، وكذا العلوم الرياضية ألف وباء، من حقه أنه يعني منين يخرج الكونكور ديال الطب أنه يدفع الدوسي ديالو، يعني يدير لانسكريبسيون أون ليني. يعني حاليا في السنوات الأخيرة كيدار غير لانسكريبسيون أون ليني. من بعد ما غاديش ما تجتاز ان شاء الله الامتحانات الوطنيه، كتكون واحد لا بريسيليكسيون، كدوز من واحد الانتقاء الاولي بريسيليكسيون. هاد لا بريسيليكسيون شنو هما النقط اللي كياخدوا نسبه 25% من المعدل اللي حصلتي عليه في الجهوي يعني في السنه الاولى بكالوريا، وكياخدوا نسبه يعني النقطه ديال الامتحان الوطني بنسبه 75%، ولا مويان ديال هاد النسبتين يعني الامتحان الجهوي ب 25% والامتحان الوطني 75%، لا مويان هي اللي كتحدد لك يعني مويان دو بري سيليكسيون. والمراقبه المستمره ما كتحسبش لا ديال الاولى بكالوريا ولا ديال الثانيه بكالوريا، كيتحسب الامتحان الجهوي بنسبه 25% والامتحان الوطني بنسبه 75%. مزيان، كيخرج واحد لا مويان وكيحطك في لا بري سيليكسيون. مثلا كليه الطب والصيدله بالرباط سنه 2009 مثلا محتاجه 300 طالب، يعني ستدخل السنة الأولى 300 طالب. في لابري سيليكسيون غالبا كتعيط للثلث، مثلا كتعيط ل 900 طالب على حساب النقطة ديالو، كيمشيو من أعلى معدلات وهما هابطين حتى يوصلوا للباريم اللي بغاو، تيوصلوا مثلا ديك 900 طالب كيعيطوا لهم. الآن كيدوز يعني واحد الامتحان كتابي، واحد الكونكور إيكري. هذا الامتحان الكتابي شنو فيه؟ فيه أربعة ديال التمارين، أربعة الأجزاء: تمرين في الكيمياء لمدة 30 دقيقة، تمرين في الفيزياء لمدة 30 دقيقة، تمرين في الرياضيات مدة 30 دقيقة، والتمرين في علوم الحياة والأرض اس في تي مدة 30 دقيقة. يعني كيعطيوك الأوراق فيها يعني هاد أربعة ديال الأجزاء لمدة ساعتين، يعني هاد أربعة الأجزاء خصك تخدمهم في ساعتين. مثلا إلا دخلتي مع 8 الصباح مع 10 نيشان غادي يجمعوا الأوراق ديالهم، ديك الساعة انت خصك تكون درتي واحد التدبير الزمني للمواد ديالك. الكيمياء تخص ليها 30 دقيقة، الفيزياء 30 دقيقة، الرياضيات 30 دقيقة، علوم الحياة والأرض 30 دقيقة. إلا جمعناهم كيعطينا ساعتين، يعني اللي كيحكم المصير ديك أنك غادي تدخل الكلية الطب ولا ما غاديش تدخل أبخي لابري سيليكسيون، هي الطريقة باش وجدتي الامتحان، يعني لا فاسون أو بيان لا ميثود دو بريباراسيون. مزيان، خلونا نهضروا الآن شوية على يعني الطريقة باش خصك توجد الامتحان باش ان شاء الله ما تلقاش صعوبة في الكونكور وتمكن انك تجاوب على لو ماكسيموم من هاد التمارين في ساعتين، وتكون من بين ديك يعني 300 اللي محتاجين في ديك السنة يديروا يعني يديروا لهم واحد التكوين. مزيان، اذا ان فوا دوزوا الامتحان الوطني ان شاء الله وتساليو لي زيبروف ديالكم. دابا ركزوا لنا في الامتحان الوطني. اون فوا يدوز الامتحان الوطني كتعطي واحد النهار كترتاح فيه، يعني كترد النفس نهار دو جور، لكن ما تنتظرش يعني حتى يخرجوا النتائج ديال الامتحان الوطني ولا حتى تشوف راسك واش سيليكسيوني ولا ماشي سيليكسيوني في الكونكور. اون فوا دير في بالك انك بغيتي تدوز كليه الطب والصيدله ولا بغيتي تدوز مثلا يعني مدارس الوطنيه العليا للمهندسين لينصام لينا لا بيزا اكسيتيرا، ان فوا دوز الامتحان الوطني ترتاح واحد دو جوغ تبدا البريباراسيون ديالك. سي بون، شوف النماذج القدام وحاول تخدمهم وخدم يعني لو ماكسيموم بوسيبل ديال النماذج. ديك الساعه انت ركز على النماذج القدام،
مثلا بدا من 2006 وانت غادي حتى 2020. الا خدمتي دوك النماذج ودرتي الاختبار راسك ولقيتي راسك كتجاوب على دوك التمارين في الوقت المحدد، هنا شكون اللي كيلعب الدور؟ الزمن. سي بون، الزمن هو اللي كيلعب الوقت. ممكن التمرين واحد يجاوب في يعني واحد التلميذ المتباري يجاوب في 30 دقيقه، متباري اخر يجاوب في 20 دقيقه، واحد اخر يجاوب في 40 دقيقه، واحد اخر يجاوب عليه في ساعه. وبالتالي تمايا كيبان لا فاسون ديال بريباراسيون دو شاك، يعني التدبير الزمني والطريقه باش وجدتي الامتحان ديالك هي اللي كتحكم واش تنجح في المباراه ولا ما غاديش تنجح. مزيان، دونك كما قلت لكم كندوزو الامتحان الوطني، كنرتاحو واحد دو جو، كناخذ النماذج، كنجمع النماذج مثلا تقول لي الطب والصيدله، كندوز عليهم كاملين وكنشوف لي تريك اللي كيتحطوا، وكنشوف الطبيعه ديال الاسئله اللي كيتحطوا، وشنو كيطلبوا في الاجوبه، والطريقه باش خصني نجاوب. هنا غادي نخص بالذكر يعني في هذا التقديم طريقه الاجابه مثلا عن التمرين في الكيمياء، وفي التقديم المقبل غادي ندير معكم تصحيح تمرين الفيزياء، وغادي نناقشوا فيه الطريقه باش تجاوب على تمرين الفيزياء في 30 دقيقه باش ما تضيعش الوقت. مزيان، دونك التلميذ الله يرضى عليكم هنا خص لا بريباراسيون تكون من ناحيه المعارف، يعني التلميذ ابخي ما يدوز الباك، ابخي ما يدوز الوطني ما يقولش راه ساليت سي بون، كما كيقولوا راه يعني دوز يعني داز الواد ونشفو رجلي كما كيقولوا. نو، اين فوا دوز الامتحان الوطني تبدا البريباراسيون للمدارس العليا، تبدا يعني تبريباري من ناحيه المعارف، يعني المعارف خصو يكون عندك على بورتي، ما خصكش دوز الامتحان الوطني وتعيا، لا، حافظ على الانرجي ديالك، ارتاح واحد دو جوغ وبدا ديك الساعه نظم المعارف ديالك. لا باس ديك الساعه دير واحد لا بريباراسيون، يعني واحد يعني واحد التهيئ المعارف طرون كومون دوز عليهم، المعارف ديال اولا باك والمعارف ديال الثانيه بكالوريا في هاد المواد اللي قلنا، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات وعلوم الحياه والارض. يعني المعارف خصك تنظمهم في عقلك وخص يكونوا واجدين عندك، حيت انت غادي تشوف يعني التمارين اللي كتحطو ماشي تمارين قاسحين، ماشي تمارين توليفيه، يعني كيتحط داكشي على بورتي، خصك انت غير المعارف يكونوا عندك واجدين كاملين ويكونوا بيان اورغانيزي. سي بون، هذه من ناحيه المعارف. ومنين تكون كتختبر راسك في النماذج اللي قديمه خص يكون عندك واحد البريباراسيون من ناحيه التدبير الزمني، تختبر راسك واش التمرين مثلا تحط لي تمرين الكيمياء، نختبر راسي واش قد نخدمه مثلا في 30 دقيقه كما طلبوا هنا في هذه المباراه هذه، واش قد نخدم تمرين الفيزياء في 30 دقيقة، واش قد نخدم تمرين الرياضيات في 30 دقيقة، انسي دو سويت. يعني خصك تكون بيان بريباري المعارف لي كونيسونس والتدبير الزمني للامتحان، يعني لا جيستيون دي طون. حاجة واحدة أخرى خصك تبريباري ليها مزيان، هي يعني كيفاش يعني تبريباري وتاخذ بزاف ديال لي تكنيك، كيفاش دير لابليكاسيون نيميريك سون كالكولاتريس. يعني ها انت عندك مثلا المعارف ديال مثلا طلبوا لنا نحسبوا، نعطيكم مثال ثابته الزمن ك، كنشوف المعطيات ديالي، كنتذكر شنو درت في الدرس، كنحط لاغولاسيون ديالي، يعني غير كتقرا السؤال كتحط لاغولاسيون فاسيل. انت حطيتي لاغولاسيون، درتي التطبيق العددي، وكان شنو طلبوا منك؟ طلبوا منك واحد الكو سي ام، واش كان مثلا كتساوي هذه القيمه ولا هذه القيمه ولا هذه القيمه، كيعطيك ثلاثه ديال القيم يعني متقاربين، واش تاخذ هذه ولا تاخذ هذه ولا تاخذ هذه، ماشي تقول ان جواب بارازار، ما كاينش هنا بارازار. سي بون، يعني خصك تجاوب وانت متيقن ان الجواب صحيح 100%، ما كاينش لو ازار. سي بون، دونك خصك تكتسب في البريباراسيون ديالك بعض التقنيات وطرق الاجابه، يعني بعض الطرق يعني انجاز التطبيقات العدديه بدون استعمال الاله الحاسبه، حيت في الامتحان ولا في المباريات ديال كليه الطب والصيدله وكذا امتحان ولوج المدارس الوطنيه العليا للمهندسين، كيمنعوا تستخدم الكالكولاتريس. يعني شنو الهدف ديالهم؟ يختبروا التلاميذ من ناحيه لا مونتاليتي، يعني واش قادين يعطيو تطبيقات عدديه يعني براسهم. يعني كاينين دي تكنيك الجذور، كيفاش يتعامل مع الجذور، كيفاش يتعامل مع القوى 10 اس ناقص 10 اس زائد اكسيتيرا، باش يخرج لنا تطبيق عددي باستخدام الدماغ ديالو. هذا هو الهدف ديالهم، يعني ينتقيو دوك التلاميذ اللي عندهم واحد الخيال في لا مونتاليتي ديالهم، كما كنقولوا يعني كالكول مونتال سون كالكولاتريس. مزيان، دونك هنا غادي نعطيو الخلاصه في لا بريباراسيون، خصك تبريباري المعارف ديالك مزيان، ما خصك تزقل حتى شي حاجه من ناحيه
المستوية طون كومان ولا باك والثانية باك. خاصك أيضا تبريباري التدبير الزمني، يعني الامتحان تعطى في النص ساعة خصني نخدمو في النص ساعة، واش شكون اللي كيعطيك الثقة وشكون اللي كيعطيك يعني كيفاش تبريباري الامتحان ودير التدبير الزمني، يعني هما النماذج القديمة اللي خصك تخدمهم الراس، ويعني بدون ما تستعن لا بالكتاب المدرسي لا بالدفتر، لا تستعن شنو يعني بقى عندك في الدماغ، وتكون قد انك داك الامتحان تجاوب عليه في ديك المدة الزمنية. سي بون. وحاجة الثالثة اللي قلت لكم هو كيفاش تعطي التطبيقات العددية بالدماغ ديالك بالمونتاج سون ليتيليزاسيون ديال الكالكولاتريس. سي بون. والحاجة الرابعة سيبتو في امتحان كلية الطب والصيدلة في لاميدسين، فاش تكون كدوز الكونكور خصك ترد بالك، يعني كيكونوا عاطينكم في المعطيات وفي التوجيهات قبل، يعني في ديك الورقة ديال الامتحان كيعطيكم واش كاين سيستيم كندي ولا ما كاينش، شنو هو السيستيم الكندي، سيرتو فاش كيكونوا لي زيكزيرسيس سو فورم دي كو سي ام، يعني جواب صحيح عندك فيه بلس 1، جاوبتي خاطئ عندك موانز 1، خليتي خاوي عندك 0. بارفو في الامتحان كيعتمدوا هذا النظام ديال لو سيستيم كندي. الا كاين هذا السيستيم كندي ما تجاوب غير على الاسئله اللي انت تايق فيهم صحاح 100%، اللي عندك فيهم الشك خليهم خاويين، سينو غادي داكشي اللي جاوبتي عليه غادي ينقص لك. دونك جواب صحيح بلس 1، جواب خاطئ موانز 1، خليتي خاوي 0. هادو خاصة فاش كيكون دي زيكزيرسيس فورم دو كو سي ام، كاين المدارس كيعتمدوا هذا النظام وكاين اللي ما كيعتمدوش، يعني المتباري ولا المترشح اللي كيدوز الامتحان خصو يكون عارف هاد القضية قبل ما يبدا يعني في الامتحان ديالو. طيب، وإلا تبعتوا هاد المراحل يعني ودرت واحد المجهود شخصي وبريباراتي مزيان للمباراة ديالك، أي مباراة يعني أي طولك دوزها راه غادي تنجح فيها. كاين هانتوما غادي تشوفوا تمارن راه بساطين بزاف، راه كتلقى المترشح كيدوز الامتحان حتى كيخرج من الامتحان عاد كيقول اوه هادشي ساهل وانا زقلتو. علاش زقلو؟ حيت ما بريباراش مزيان، ما بريباراش يعني بالطريقه اللي خصو يوجد فيها الامتحان. المعارف، التدبير الزمني، كيفيه انجاز التطبيقات العدديه بدون اله حاسبه، سي بون، يعني ويكون تايق في راسو وما يكون غير خير ان شاء الله. وغادي ندوزو الان باش نصحو واحد النموذج من تمرين الكيمياء من مباراة ولوج كلية الطب والصيدلة لسنة 2009. اذا كما كتلاحظوا مباراة ولوج السنة الاولى للدراسات في الطب موضوع مادة الكيمياء، الامتحان يعني كلية الطب ديال الرباط. كما قلت لكم راه كلية الطب كتكون في مجموعة من المدن المغربية. هنا إلى لاحظتوا معايا الامتحان فيه تمرين الكيمياء لمدة 30 دقيقة، وما كيحكموش عليك، كيعطيوك هاد الوراق كاملة اللي غادي نوريك الآن، وكيعطيوك دوزور وأنت دير التدبير الزمني الراس بالطريقة باش وجدتي أنت الامتحان وبالمعارف السابقة والمكتسبات القبلية اللي جبتيهم في الدماغ ديالك الامتحان. كاين اللي ما كتكونش عنده كاع دراية نهائيا كيفاش كيتحط الامتحان وشنو طالبين، كيمشي وكيدوز في التمرين ديال الكيمياء ساعتين، وكدوز ساعتها كيحيدوا له الورقه راه اكس، يعني 100% راه ما نجحش، حيت راه كاين واحد النقطه اقصائيه في هذا الامتحان كيحددوها جو بونس 5/10، الا جبتي قل راه اكس كلي يعني سقط من الامتحان. اذا هنا تمرين الكيمياء في اربع اجزاء، كيمياء رقم 1، كيمياء رقم 2، كيمياء رقم 3، وكيمياء رقم 4. مزيان. من بعد كتلقى لي بروف ديال لي سي في تي لمده 30 دقيقه. غير تلاحظ واحد الملاحظه، راه غادي تلقى الكيمياء حاطينه بالعربيه والفرنسيه، لي سي في تي اون عربي اون فرونسي، لي ماتيماتيك كذلك، والفيزيك لا ميم شوز. التلميذ عنده الاختيار يجاوب بالفرنسيه ولا يجاوب بالعربيه، راه نفس الامتحان فقط داروا له غير لا تراديكسيون غير الترجمه، حيت كاينين التلاميذ اللي قراو بالسيستيم ديال العربيه وكاينين اللي قراو انترناسيونال لي بيوف، دونك كل واحد كيجاوب يعني باللغه اللي هو مرتاح فيها اللي غادي يفهم بها الاسئله. اما الاسئله نفسها المواضيع نفسها دادي اس في تي. من بعد كتلقى امتحان في الرياضيات لمده 30 دقيقه، ما كتلاحظوا معايا امتحان في الفيزياء اون فرونسي، من بعد غادي تلقاه بالعربيه. ها هو يعني امتحان ديال الكيمياء اللي وريت لكم قبيلات بالعربيه وحاطينه هنا بالفرنسيه، نفس الامتحان نفس الموضوع. اليس في تي اون اغاب داروا له لا تراديكسيون، لي ماتيماتيك اون اغاب، اي لي بروف ديال الفيزيك بالعربيه.
انت يعني فاش كتدخل كيعطيوك هاد الاوراق كاملين، انت جاوب بالعربيه ولا جاوب بالفرنسيه هذاك شغلك. المهم في التالي تعطيهم واحد الورقه ديال التحريك يعطيوها لك خاصه، وكدير فيها الاجوبه ديالك، وهذا الشيء كامل لمده ساعتين، كل ايبروف فيها نص ساعه. مزيان، دونك خذوا معايا الساعه ديالكم ونديروا توب كرونو ونبداو ان شاء الله نجاوبوا على هذا السؤال، هذا يعني هذا ليبروف ديال الكيمياء، وما خصناش نفوتوا 30 دقيقه. سي بون، يعني التلميذ اللي خدم هاد الاخر في 40 دقيقه خصو يزيد يبريباري مزيان ويعاود يخدمو مره اخرى، ولا يخدم نموذج اخر ويشوف واش كيخدمو في 30 دقيقه 20 دقيقه 25 دقيقه سي دو سويت. يعني لوبجيكتيف هو نخدم له ماكسيموم في هاد المده اللي طلبوا لنا باش ندوز لي بروف واحد اخر. مزيان، اذا نبداو بالكيمياء رقم واحد، عليه 5 النقاط. هنا طلبوا لنا اجب على ورقه تحريرك بكلمه صحيح او خطا عن كل اقتراح. يعني كاين واحد الورقه ديال التحرير كدير فيه مثلا كيمياء رقم واحد، وكتجاوب كدير سؤال واحد صحيح، جوج صحيح، ثلاثه خطا، انسي دو سويت. سي بون، بلا ما تعاود تكتب لهم الاسئله باش تربح الوقت، ولكن ما خصكش تبدا كما كنقولوا تبدا تجاوب على الله. نو، ما كاينش هنا لو ازار، خصك كيعطيكم واحد البغويه واحد الوثائق، وخصك دير الوثائق ديالك وتذكر شنو شفتي في الدرس باش تجيب داك الشيء هو هذاك. اذا يعبر عن مردود التحول الكيميائي بالعلاقه الغوندمون، واش كميه الماده التجريبيه ديال الايستير، هنا غالبا غادي يكون الايستير حيت شفنا المردود في تفاعل الاسطره. اذا هل المردود تصنيع الايستير كيساوي كميه الماده المصنع ديال الايستير تجريبيا الايستير، ولا كميه ماده الايستير نظريا، واش لا كونتيتي دو ماتيير اكسبيريمونتال او بيان لا كونتيتي دو ماتيير هنا ان تيوري. دونك هل هذا الجواب صحيح؟ مزيان، الا تذكرنا شويه شنو شفنا في الدرس ديالنا ديال في المرض، يعني في الفقره ديال المردود في تفاعلات الاسطره، قلنا بان نعطيكم نيت هنا يعني الاشارات على الاجوبه على الاسئله. اذا قلنا بان المردود اش كيساوي؟ المردود كيساوي اكس فينال على اكس ماكس، تقدم نهائي على تقدم القصوي. وكنعرفوا بان اكس فينال هي النيت ان اكسبيريمونتال، هي كميه الماده التجريبيه ديال الاستير، و اكس ماكس تقدم القصوي هي كميه الماده النظريه ديال الاستير. اذا هذه القاعده صحيحه، اذا السؤال صحيح، المردود كيساوي كميه الماده التجريبيه على كميه الماده النظريه، وكان عاطينا العكس نقولوا خطأ، مي هنا صحيح، اذا الجواب صحيح. وبيان سور كنضربوا في 100، ماشي نقولوا حيت ما ضربناش هنا في 100 الجواب خطأ، لا، ان اكسبيريمونتال ان تيوريك غير حنا فاش كنعطيو بنسبه مئويه كنضربوا في 100. دونك السؤال رقم واحد صحيح. السؤال رقم جوج، يزيد الحفاز من سرعة التفاعل الكيميائي ولا يؤثر على نسبة التقدم النهائي، هل صحيح أو خطأ؟ حفاز لكاتاليزور، إذا لكاتاليزور بحال ليزاسي يعني الأحماض المركزة بحال رفع من درجة الحرارة، هذو كلها حفازات للتفاعلات الكيميائية، الدور ديالها هو الزيادة من سرعة التفاعل الكيميائي، وما كيتدخلوش كمتفاعل. يعني واخا كتضيف بعض قطرات من الحمض ديال الكلوريدريك مثلا المركز فاش كدير تفاعل الاسطره، يعني الحمض زائد الكول كيعطيك ليستير زائد الماء، وكنضيف بعض القطرات من الحمض، هذا الحمض ما كيدخلش كمتفاعل، وبالتالي لا يؤثر على نسبه التقدم النهائي، الدور ديالو غير كيسرع من التفاعل الكيميائي ولا يؤثر على نسبه التقدم النهائي. اذا الجواب هنا صحيح. سؤال رقم 3، تمكن القنطرة الملحية لبون سالان من التماس الكهربائي بين محلولي العمود. إلى رجعنا للعمود دانييل، يعني التحولات التلقائية وتحصيل الطاقة، يعني كنربط ما بين محلولي عمود ما بين المقصورتين باش كنربط بيناتهم بواحد القنطرة الملحية وبين القنطرة الأيونية، الدور ديالها كتمكننا من التماس الكهربائي، يعني كتوصل التيار الكهربائي بين محلولي العمود. اذا صحيح، الا ما درناش ديك القنطره الايونيه غادي بحال عندك داره كهربائيه مفتوحه، ولكن ديك القنطره الايونيه كدير لك واحد التماس الكهربائي بين محلولي العمود. اذا الجواب هنا صحيح. سي بون، اوكي. وعندها واحد الدور اخر لهذه القنطره الايونيه، هي انها تسمح بهجره الايونات، كتسمح بهجره الايونات من اجل الحفاظ على الحياد الكهربائي بين محلولي العمود، كتحافظ لك على الحياد الكهربائي. دونك الجواب صحيح. السؤال 4، ينتج عن تفاعل انيدريد الحمض، دائما في تفاعلات الاسطره والحلمائه
ينتج عن تفاعل أنيدريد الحمض مع الكحول. قال لك إلا تفاعل أنيدريد الحمض، تبع معايا، أنيدريد الحمض مع الكحول، واش كينتج عليهم؟ الإستير والماء. إذا راه باين جواب خطأ. علاش؟ حيت فاش كنديروا أنيدريد الحمض مع الكحول واش كيعطينا؟ كيعطينا إستير زائد حمض وليس الماء. أنت كنلقى الماء كناتج، كنلقاو الماء كناتج إلا تفاعل ليا الحمض مع الكحول ماشي أنيدريد الحمض. تفاعل حمض مع كحول كيعطيك استير والماء، ولكن هنا انيدريد الحمض والكحول كيعطيك استير زائد الحمض. اذا هنا الجواب خطا. السؤال رقم 5، تتعلق قيمه القوه الكهرومحركه لعمود دانييل بالزوجين مؤكسد مختزل اوكسيدون ريديكتور وكذا بتركيز الانواع الكيميائيه المتدخله. اذا كل عمود دانييل الا عنده واحد القوه الكهرومحركه او سي بون، وهاد القوه الكهرومحركه او راه يعني كتعلق يعني بالزوجين بنوع ديال المؤكسد والمختزل، وكتعلق ايضا بتركيز الانواع الكيميائيه المتدخله في هذا التفاعل. اذا فالجواب صحيح. سي بون، دونك الجواب الاول صحيح، الثاني صحيح، الثالث صحيح، الرابع خاطئ، والخامس صحيح. ندوزو الان الكيمياء رقم 2، ما خصناش نضيعوا الوقت، حيت قلنا الامتحان يعني هاد لي بروف من المده الزمنيه ديالو 30 دقيقه. اذا كيمياء رقم 2 المعطيات. اذا التلميذ هنا خصو يركز لنا مزيان على هاد المعطيات، حيت السر ديال الاجوبه كاين في هاد المعطيات هادو. سي بون، اذا عطاوك الكتله الموليه ديال هاد الحمض سي 6 اش 8 او 6 كتساوي 76 غرام بار مول، وعطاو لنا هاد القيمه. هاد القيمه فين غادي تنفعنا؟ الله يرضى عليكم، اين فوا كتلقى القيمه؟ راه بحال لا كيعاونوك باش دير التطبيق العددي، حيت الا رجعت للامتحان لا يسمح باستعمال اي اله حاسبه. الا مشيتي خدمتي الاله الحاسبه يعني وحصل لك المصحح يعني المراقبين راه كيحيدوا لك الاوراق وكيديروا اكس كلي في الورقه ديالك، وبالتالي يعني بحال حاله غش، كيديروا عليك واحد الرابورت حاله غش، وبالتالي راك ما نجحش في داك الامتحان. واخا تكملوا، واخا تكون كملتي الامتحان وحصلوا كتخدم الاله الحاسبه، وبالتالي راك ساقط ما نجحش في الامتحان، باش تكون عارف هذه القضيه. دونك بلا ما تدي معاك اله حاسبه، فين كاين اله الحاسبه والتطبيقات العدديه؟ ها فين كاينه؟ راه كيعطيوك هنا بعض الاشارات. دونك 10 ناقص 3.1 باش يبسطوا عليك، هذه عطاوك هي كتساوي 8 في 10 ناقص 4 باش يحيدوا لك هذه الفاصله اكسيتيرا، عطاوك 8 في 10 ناقص 4. وهذا الحمض اللي عطاونا هنا كيتسمى حمض الاسكوربيك، مزيان. طلبوا منك انقل على ورقة تحريرك الجواب الصحيح من بين الأجوبة المقترحة. إذا شنو اقترحنا في الأجوبة؟ فوالا، هنا نحضر محلولا مائيا لحمض الأسكوربيك المعروف بالفيتامين سي. حمض الأسكوربيك معروف بالفيتامين سي بإذابة ماذا؟ باش نحضروا هذا المحلول كندوب واحد الكتلة ديال 0.44 غرام من قرص فيتامين سي في الحجم في كيساوي 250 مللتر من الماء المقطر. دونك فاش كندوب هاد الكتله ديال هاد القرص الفيتامين سي في هاد الحجم ديال الماء المقطر، كنقيسو بي اش ديال هاد المحلول، كنلقاو القيمه بي اش كيساوي 3.1. دونك كنرجع، عرفتي علاش دابا عطاوك 10 ناقص بي اش؟ حيت التركيز ديال ايونات الاوكسونيوم ماشترو اوبليس، حنا كنتذكرو شنو شفنا في الدرس، تركيز ايونات الاوكسونيوم ماشترو اوبليس كيساوي 10 ناقص بي اش. اذا 10 ناقص 3.1 هي 8 في 10 ناقص 4. مزيان. السؤال الاول، اذا هنا التفاعل باين، هاد الحمض هذا كتزيد عليه الماء زائد واش كيعطيك؟ كيعطيك القاعده ديال هاد الحمض، يعني الايون ديال هاد الحمض زائد H3O بليس ايونات الاوكسونيوم. مزيان، هنا قيمه التركيز المولي للمحلول المحضر واش كتساوي 10 ناقص 2 ولا 0.25 في 10 ناقص 2 ولا 0.1 في 10 ناقص 2 مول باغ متر؟ دونك طلبوا منا نحسبوا التركيز المولي ديال الحمض اللي حضرناه، ديال الحمض الاسكوبيك. طيب اذا شنو غادي نديرو هنا؟ تبعوا معايا القاعده بسيطه، كدير كميه الماده ان كتساوي الكتله على الكتله الموليه، كنعرفوا بان كميه الماده ديال المحلول كتساوي الكتله على الكتله الموليه، اللي كتساوي ايضا تركيز سي ا اللي طلبوا منا نحسبه فوا الحجم في. اعيد، كميه الماده تساوي الكتله على الكتله الموليه كتساوي التركيز فوا الحجم في، طلبوا منا نحسبوا التركيز سي ا. اذا من هنا كنخرجوا التركيز سي ا، اش كنلقى؟ كنلقى بان التركيز سي ا كيساوي الكتله، هذه الكتله هذه مقسومه على الحجم فوا الكتله الموليه. اعيد، التركيز سي ا كيساوي الكتله ام مقسومه على الحجم مضروبه في الكتله الموليه. كندير التطبيق العددي ديالي، الكتله هي 0.44 غرام
سي بون 0.44 غرام، كنقسمها على الكتله الموليه اللي هي 176 وكنضربها في هذا الحاج 250، وكاد 250 الله يرضى عليكم ما خصنيش نخليها بالمليليتر، وبالتالي خصني نضربها في 10 ناقص 3. دونك 0.44 مقسومه على 250 في 10 ناقص 3 مضروبه في 176. مزيان هاد التلميذ دابا حصل علاج حيت ما عندوش الكالكيلاتريس، وكاين الا بريبارا مزيان الامتحان وعارف كيفاش يسلك راسو في التطبيقات العدديه راه غادي يلقى القيمه يعني في اقل مده زمنيه. اذا شنو كندير؟ هاد البسط اللي هو 0.44 كنردوه 44 في 10 ناقي في 10 ناقي 2، ما نخليهش هكا، انا ردو في 10 هي 44 في 10 ناقي 2. دونك شنو كيولي عندك؟ 44 في 10 ناقي 2 صافي مقسومه على 250 اللي هو الحجم مضروبه في الكتله الموليه 176 في 10 ناقص 3، حيت ما نساوش الحجم ضربناه في 10 ناقص 3. دوك ما بين قوسين اللي هي 44 مقسومه على 250 في 176، التلميذ هنايا الا دار واحد يعني الا دار واحد الكالكيلاتريس يعني الا دار واحد العمليه غير في الورقه في الوساخ ديالو بسرعه غادي يلقى كتساوي 10 اس ناقص 3، يعني هادشي ما بين قوسين كيساوي 10 اس ناقص 3. كنضربها في ماذا؟ كنضربها قلنا عندي 10 اس ناقص 2 مقسومه على 10 اس ناقص 3 صافي. ها انت اعيد، 44 مقسومه على 250 في 176 غتعطيك 10 اس ناقص 3. هذه ممكن هذه العمليه ديرها في ورقه الوساخ بسرعه، كتضربها في 10 اس ناقص 2. منين جاتنا 10 اس ناقص 2؟ حيت ردينا البسط 44 ضربنا في 10 اس ناقص 2 وكتقسمها على 10 اس ناقص 3 حيت هذه حولناها لليتر. مزيان قلنا لقينا 10 اس ناقص 3 يتختز مع 10 اس ناقص 3 يبقى لك 10 اس ناقص 2. كنجيو كنلقاو هي سي ا كيساوي 10 اس ناقص 2 مول باغ لتر. دونك الجواب الصحيح هو تركيز سي ا يساوي 10 اس ناقص 3 مول باغ لتر. السؤال الثاني، تعبير ثابتة الحمضية للمزدوجة حمض الاسكوربيك والقاعدة ديالو اي الاسكوربات هو واش كا ا كيساوي سي ا على سي ا مون بي اش، ولا 10 اس ناقص 2 بي اش مقسومة على سي ا زائد بي اش، ولا 10 اس ناقص 2 فوا بي اش مقسومة على سي ا ناقص 10 اس ناقص بي اش. اذا شنو كنديرو هنا؟ اولا كتحاول في الورقة الوسخ ديالك، كتمشي لورقة الوسخ كتحط المعادلة ديالك يعني معادلة التفاعل. اذا هنا لاسيد نتا رمزلو غير ب ا كيتفاعل مع اش 2 او، شنو كيعطيك؟ كيعطيك ايونات الاوكسونيوم اش 3 او بليس زائد لاباز بي. لاسيد هنا رمزلو غير ب ا، ما طلبوش منك المعادله، اختصر مع راسك. لاسيد زائد الماء كيعطيك لاباز بي بليس اش 3 او بليس، وتحت من داك يعني ديك المعادله اعطي واحد الجدول وصفي بسرعه صافي بلا ما ديالو، كتعطينا واحد الجدول الوصفي. مزيان دونك لاسيد ا في الحاله البدئيه كيتفاعل ان ان سميها ان ان زائد الماء، الماء موجود بوفره كدير وافر اش كيعطيك؟ 0 0 في الحاله البدئيه. في الحاله الوسيطه كدير ان ام واكس دائما الماء بوفره والنواتج اكس اكس. في الحاله النهائيه كدير ان ام واكس ماكس خلاص الماء وافر، وفي الحاله وبالنسبه للنواتج لا بازو اش 3 او بليس اكس ماكس اكس ماكس. مزيان الان كتعطي التعبير ديال كا ا، كا اش كيساوي؟ كا ا كيساوي جداء تركيز النواتج اللي هو لا باز بي هاد القاعده بي مضروبه في ايونات الاكسونيوم اش 3 بليس مقسومه على التركيز ديال لاسيد ا. اعيد، كا ا كيساوي تركيز ديال بي تركيز الحمض التركيز ديال بي القاعده مضروبه في اش 3 بليس مقسومه على تركيز الحمض. مزيان علاش درنا هاد الجدول الوصفي؟ باش نلقى بان التراكيز اللي في البسط اللي هو القاعده بي واش 3 او بليس متساويين، حيت كنلقى اكس ماكس اكس ماكس في الحاله النهائيه وكتقسمها على التركيز ديال ا. اذا هادو متساويين ممكن دير هو التركيز ديال اش 3 او بليس الكل اس اثنان مقسومه على التركيز ديال ا، والتركيز ديال اش 3 او بليس هي 10 اس ناقص بي اش، اس اثنان هي 10 اس ناقص دو بي اش. دونك هذا مشى، دونك هذا ما كاينش، اما 10 اس ناقص دو بي اش على سي ا زائد بي اش، ولا 10 اس ناقص دو بي اش على سي ا موان 10 اس ناقص بي اش. دونك هذا مشى، دونك بقى لي هذا وهذا سي بون. دونك منين جات 10 اس ناقص دو بي اش؟ جاتنا من تركيز ايونات الاوكسونيوم لكل اس اثنان. دابا التركيز ديال الحمض في الحاله النهائيه، في الحاله النهائيه راه كينقص ماشي كيتزاد، يعني عند كميه الماده ان ام واكس ماكس، ان ا تعوضها بسي ا في ا، سي ا في ا على في، حيت كمية المادة هي كمية المادة أو التركيز شنو هي؟ هي كمية المادة مقسومة على الحجم، وكمية المادة هي سي أ فوا الحجم في مقسومة على في، مشات في مع في بقات سي أ، كاينة هنا سي أ وكاينة هنا سي أ، ولكن يناقش شنو؟
ناقص اكس ماكس وليس زائد اكس ماكس. او اكس ماكس شنو هي؟ هي التركيز عاوتاني ديال اش 3 او بلس مقسومة على الحجم في. الحجم في راه قلنا كيتختز، وتركيز اش 3 او بلس هي 10 ناقص بي اش. دونك ناخذ هاد كا اللي فيها سي ا ناقص 10 ناقص بي، راه باينه واضحه غير من الجدول الوصفي. دونك مشات هذه مشات هذه، الجواب الصحيح هو الجواب جيم. مزيان، حيت في الحاله النهائيه كندير كميه الماده البدئيه ناقص اكس ماكس وليس زائد اكس ماكس، دونك بي خط، والجواب الصحيح هو جيم. مزيان. السؤال رقم 3، قيمة نسبة التقدم النهائي للتفاعل حمض الاسكوربيك هي 8 في 10 ناقص 2 9.7 في 10 ناقص 2 0.25 في 10 ناقص 2. دونك اش كنديرو هنا؟ كنديرو القاعدة اللي كتمكننا من حساب يعني نسبة التقدم النهائي طو. إذا في الدرس ديالنا شنو قلنا؟ قلنا طو كيساوي اكس فينال على اكس ماكس، سي بون؟ طو كيساوي اكس فينال على اكس ماكس، وانطلاقا من هذا الجدول الوصفي اللي ديجا عطيت في ورقة الوساخ، اكس فينال شنو هي؟ اكس فينال هي التركيز ديال ايونات الاوكسونيوم اش 3 او بلس في حاله في الحاله النهائيه مضروبه في الحجم. و اكس ماكس شنو هي؟ هي السي ا فوا في ا، حيت هنا حمض الاسكوربيك هو الحمض يعني الوافر، عفوا هو الحمض ولا هو المتفاعل كما كنقولوا لو رياكتيف ليميتون، هو المتفاعل المحيط، المتفاعل المحيط، بينما الماء موجود بوفرة. إذا بما أن الحمض متفاعل محيط، إذا إكس ماكس كيساوي سي أف في أ. أعيد، طو كيساوي إكس فينال على إكس ماكس، إكس فينال هو تركيز أيونات الأوكسونيوم مضروبة في الحجم، و إكس ماكس هي سي أف في أ، كتمشي في مع في، كيبقى لك تركيز أيونات أش 3 أو بليس مقسومة، تركيز أيونات أش 3 أو بليس مقسومة على السي أ، السي أ اللي ديجا لقينا في السؤال رقم واحد اللي هي 10 ناقص 2. كنجي كندير تطبيق العدد 10 اس ناقص بي اش هي 10 اس ناقص 3.1، و10 اس ناقص 3.1 في المعطيات هنا غادي نخدم هذه صافي، هي 8 في 10 اس ناقص 4. اذا في الباسط يكون عندي، في الباسط غادي يكون عندنا 10 8 في 10 اس ناقص 4، وفي المقام تكون سي ا، القيمه ديال سي ا هي 10 اس ناقص 2 صافي. اذا 8 في 10 اس ناقص 4 على 10 اس ناقص 2، 10 اس ناقص 2 غنطلعوها للباسط، تولي 8 في 10 اس ناقص 4 في 10 اس ناقص 2، غتمشي 10 اس ناقص 2 غتبقى 8 في 10 اس ناقص 2. اذا الجواب الصحيح هو طو كيساوي 8 في 10 اس ناقص 2. احنا درنا التطبيق العددي بلا ما نحتاجوا الاله الحاسبه، دونك الجواب الصحيح هو 8 في 10 اس ناقص 2. مزيان، ندوزو دابا الكيمياء رقم 3. وبعض الخطرات رد بالك راه ممكن يكون التمرين عنده علاقه بتمرين اخر، يعني القواعد ديال هاد التمرين ممكن نخدمهم في هاد التمرين، ماشي بالضروره نتقاتل نعاود العلاقات من جديد. الا كاين تمرين بحال يعني التمارين متشابهه ممكن نخدم هاد القواعد اللي ديجا لقيتهم هنا. شوفوا معايا في كيمياء رقم 3 خمسة النقاط، انقل على ورقة تحريرك الجواب الصحيح من بين الأجوبة المقترحة. شنو عطاونا عاوتاني؟ 10 أس ناقص 2.1 غالبا بي اش هنا 2.1، إذا هادو هما تركيز أيونات الأوكسونيوم اش 3 أو بليس 10 أس ناقص بي اش، و10 اس ناقص 2.1 كيساوي 8 في 10 اس ناقص 3. اعيد، 10 اس ناقص 2.1 كيساوي 8 في 10 اس ناقص 3. اذا دونك هنا نحضر راسي من التمرين 2، الا خدمت هذا مزيان راه 3 ممكن نسرقو غير من هنا، غير من الكيمياء رقم 2. هذا هو، هذه هي الطريقه باش تنجح في الامتحانات، تكون ذكي، تكون حاضر راسك صافي، حاضر راسك في جميع التمارين. إذا أنقل على ورقة تحريرك الجواب الصحيح من بين الأجوبة المقترحة، يعطي هذه تسطر عليها بالقلم الرصاص وبقى مرتبط بها. إذا قيمة نسبة التقدم النهائي لتفاعل حمض كلورور إيطانويك مع الماء، إذا نفس التمرين تقريبا، هذا الحمض كيتفاعل مع الماء، اش كيعطيك؟ كيعطيك الأيون ديالو اللي هو CH2Cl2CO1 زائد أيونات الأوكسونيوم اش 3 أو بليس، عطاونا هنا طو 0.2، القيمة ديال البي اش 2.1. سؤال، التركيز المولي للمحلول المحصل هو واش 4 في 10 اس ناقص 2، واش 2 في 10 اس ناقص 2، واش 2 في 10 اس ناقص 3. مزيان، دابا شنو عطاونا؟ عطاونا طو صافي، عطاونا طو وعطاونا البي اش وقالوا لنا نحسبوا التركيز. ممكن نمشي نشوف القاعده باش خدمت في التمرين رقم 3 هنا. دونك شنو قلنا في هذا التمرين؟ انا ناخذ هذه القاعده ونخدمها هنا. قلنا طو كيساوي شنو؟ كيساوي اكس فينال على اكس ماكس، واكس فينال شنو هي؟ هي التركيز ديال ايونات الاوكسونيوم اش 3 او بليس مضروبه في الحجم، واكس ماكس هي التركيز سي فوا الحجم، مش نختز بالحجم شنو يبقى؟ ط
طو كيساوي اي يونت الاوكسونيوم اش 3 او بليس لطافينال مقسومه على السي، واي يونت الاوكسونيوم اش 3 او بليس كيساوي 10 اس ناقص بي اش، اذا طو كيساوي 10 اس ناقص بي اش مقسومه على السي. صافي، ومن هنا غادي نخرجوا السي، من هنا غادي نخرجوا السي. اذا السي كيساوي دونك سي تركيز سي اش كيساوي؟ كيساوي كندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. غادي نلقى طو هو سي، تبع معايا خذ الورقه وتبع معايا، غنلقى طو مضروبه في تركيز سي كيساوي 10 اس ناقص بي اش. اذا سي تركيز سي اللي كنقلبوا عليه هنا تركيز سي كيساوي 10 اس ناقص بي اش مقسومه على طو. سي بون، وكندير التطبيق العددي بلا اله حاسبه، كنعوض بديك بي اش هي 10 اس ناقص 2.1 مقسومه على طو اللي هي 0.2. وفي المعطيات شنو قال لنا في المعطيات؟ 10 اس ناقص 2.1 كيساوي 8 في 10 اس ناقص 3، دونك هادشي كيساوي السي كيساوي 8 في 10 اس ناقص 3 مقسومه، وهاد 0.2 انا رضيت حتى هي 2 في 10 اس ناقص 1. صافي، و8 مقسومه على 2 هي 4، اوتوماتيكمون كيكون الجواب الصحيح هو هذا 4. 10 اس ناقص 3 مقسومه على 10 اس ناقص 1 كتعطيني 10 اس ناقص 2، دونك الجواب الصحيح هو 4 في 10 اس ناقص 2. هانتوما قسمنا 8 على 2، صافي تكون شويه ذكي غادي تجاوب 8 مقسومه على 2 هي 4، 10 اس ناقص 3 على 10 اس ناقص 1 هي 10 اس ناقص 2، دونك هذا هو الجواب الصحيح. السؤال رقم 2، قيمه كا اللي هي ثابته الحمضيه للمزدوجه 8 في 10 اس ناقص 3 2 في 10 اس ناقص 3 ولا 2 في 10 اس ناقص 4. واخا بما ان قلت هذا التمرين هو هذا، نمشي فين هو الجواب الصحيح هنا؟ هو جيم، راه ديجا جاوبت. اذا غادي نجيب هذه القاعده نحطها هنا، نقول بان كا كيساوي 10 اس ناقص 2 بي اش مقسومه على سي ا ناقص 10 اس ناقص بي اش. صافي، وكندير التطبيق العددي ديالي عادي، كندير التطبيق العددي بصفه عاديه. هنا باش نعوض بي اش، بي اش ونرد بالي هنايا، صافي بي اش نعوضها ب 2.1، دونك كتولي 10 اس ناقص 2 مضروبه في 2.1 مقسومه على تركيز سي ا. شحال لقينا في تركيز سي ا؟ تركيز سي ا لقينا فيها قلنا 4 في 10 اس ناقص 2، دونك نعوض هنا ب 4 في 10 اس ناقص 2 ناقص 10 اس ناقص 2.1، دونك قلنا 10 اس ناقص 2 مضروبه في 2.1 كتعطينا 10 اس ناقص 4.2، الباسط هو 10 اس ناقص 10 اس ناقص 4.2، والمقام سي ا هي 4 في 10 اس ناقص 2 ديجا لقيتها، و10 اس ناقص 2.1 هي 8 في 10 اس ناقص 3، نعوض هنا ب 8 في 10 اس ناقص 3. كنبقى نختزل بالقوى ديالي نفس الطريقه اللي ديجا شرحت لكم، كنبقى نختزل بالقوى وكنلقى القيمه 2 في 10 اس ناقص 3، دونك القيمه الصحيحه هي ب 2 في 10 اس ناقص 3 بدون استعمال الاله الحاسبه، غير كنبقى نختزل يعني بالاس اللي عندنا، اوتوماتيكمون غادي نلقى هذه القيمه هذه 2 في 10 اس ناقص 3. مزيان، ندوزو بسرعة للتمرين رقم 4. أنا راه كنخدم معكم بتدبير زمني باش يعني الطريقة باش أنك تربح الوقت في الامتحان. كيمياء 4 دائما 5 نقاط، معطيات حول التمرين. إذا هنا عطاوك ثابتة التوازن ماذا تساوي؟ تساوي 0.25، غنسطر عليها بقلم الرصاص. إلا شوف إلا كنت كنخدم التمرين وما خدمتش معطيات، نعرف راسي غير كان يعني راه ما ضابش داك الشيء وكنخربق، فهمتي؟ وبالتالي ضروري الله يرضى عليك خصك دائما تركز على المعطيات. اذا ثابته التوازن هي ك كتساوي 0.25، وعطاوك هذا الخارج 3.3 الى قسمتي على 6.7 قال لك يساوي تقريبا 0.5، يعني غالبا هنا في التطبيق العددي غادي تلقى هاد لوغابور هذا 3.3 مقسوم على 6.7. التلميذ باش ما يضيعش الورقه بقى يدير الحساب يعني يدير عمليه في الورقه اكسيتيرا، عطيك تقريبا 0.5 رد ليها البال. اذا التمرين، نضع في حوجله مزوده بتركيب التسخين بالارتداد ماذا؟ 0.1 مول من استير صيغته الاجماليه سي دو اش 4 او 2 هذا هو الاستير ديالنا، و 0.1 مول من الماء. دونك هادو هما المتفاعلات، غالبا هنا غادي تكون عندي تفاعل الحل ماء، غير كيتفاعل الاستير مع الماء شنو كيعطينا؟ اوتوماتيكمون كيعطينا الحمض زائد كحول، تفاعل الحل ماء. ونضيف بعض قطرات محلول الحمض الكبريتي، الدور ديالو الى طلبوه لنا هنا شنو الدور ديالو؟ حفاز يسرع التفاعل. نسخن المجموعه الكيميائيه لمده 30 دقيقه نص ساعه، ثم نضع الحوجله في ماء مثلج. عاوتاني الماء المثلج شنو قلنا في الدرس الدور ديالو؟ الدور ديالو هو كيوقف التفاعل، بحال اللي قلتي كتسمى عمليه الغطس لا ترومب شيميك،
كيكون واحد التفاعل انفو كتزيد له ماء مثلج لا كلاص، التفاعل كيوقف حيت هبطتي درجه الحراره للمينيموم، وبالتالي كتوقف كتقتل داك التفاعل، ما كي يعني بحال كتوصل التفاعل للحاله النهائيه. بعد المعايره والتصحيح تبين ان كميه ماده الحمض المتكون، يعني تفاعل ليستر مع الماء تكون الحمض والكحول، والحمض المتكون شنو هي؟ هي ان ا كتساوي 3.3 في 10 اس ناقص 2 مول. السؤال الاول، ما دور الماء المثلج؟ راه ديجا قلنا انه كيوقف التفاعل، الدور ديال الماء المثلج هو توقيف التفاعل مع عمليه الغطس. اذا غادي تجاوبوا هو توقيف التفاعل وتسمى بعمليه الغطس لا ترامب شيميك. سؤال ثاني، اكتب الصيغه نصف المنشوره للاستير واعطي اسمها. هذه هي الصيغه الاجماليه، طلبوا منك تكتب صيغه نصف المنشوره. مزيان، شنو هي الصيغه نصف المنشوره ديال الاستير؟ معروفه، هنا عندك دو كربون، الكربون الاول فين غادي يكون؟ غادي يكون في لو كربون برينسيبال، يعني في السلسله الرئيسيه، دونك يكون سي اش، تبع معايا، غادي تكون سي اش ودير واحد لا دوبليزون او، وتجي لهنا دير ان ليزون او، وهاد او غادي يكون مرتبط بسي اش 3. اعيد، دير سي اش سي بون دوبليزون او، حيت هادي هي المجموعه الوظيفيه ديال الاستير، دوبليزون او، وغادي تجي لهنا دير واحد لا ليزون دير او ديال اش ديال سي اش 3. ولا خرجتي الصيغه الاجماليه غادي تلقى سي دو اش 4 او 2. الاسم ديالو في السلسله الرئيسيه عندك سي اش، عندك كربون واحد، دونك جا من لاسيد ميتانويك، هاد الاستير جانا من لاسيد ميتانويك، كنحيد لاسيد وكندير ميتانوات، دونك هاد الاستير كيتسمى ميتانوات ديال اش ديال داك الالكيل اللي مرتبط بواحد الاكسجين هنايا، حيت قلنا سي اش دوبليزون او ان ليزون او مرتبطه بسي اش 3، هاد الالكيل ديال اش ديال الكحول ديال الميتانول سي اش 3، حيت في الاصل كان سي اش 3 او اش، مشات او اش مع او د لاسيد تبخر عطاك الماء وبقى لهنا، يعني هذا هو كحول ميتانول. دونك ميتانوات دو ميتيل الاسم ديال هذا الاستير، ميتانوات الشق الاول اسم الاسيد دو كدا ديال الالكيل ديال الكحول اللي هو الميتيل، ميتانوات دو ميتيل. مزيان، السؤال رقم 3، اكتب المعادله الكيميائيه للحماء. هنا ينصح باستخدام صيغه نصف المنشاره باش تضبط المسائل ديالك. دونك كدير صيغه نصف المنشاره اللي قلنا الاستير سي اش دوبليزون او ان ليزون او مرتبطه بالسي اش 3، كتزيد عليها لو الماء، اش كيعطيك؟ كيعطيك لاسيد لاسيد ميتانويك اللي هو سي اش دوبليزون او ان ليزون او اش، سي اش دوبليزون او، وكتزيد هنا واحد لا ليزون او اش، حيت الصيغه ولا المجموعه الوظيفيه ديال الاحماض الكربوكسيله هي ار دوبليزون سي ان ليزون او اش، كيتسمى هذا حمض الميتانويك حيت فيه كربون واحد، وكتزيد عليه كحول الميتانول سي اش 3 او اش بليس الكحول اللي هو سي اش 3 او اش. دونك هذه هي المعادله ديال الحماء، الاستير زائد الماء كيعطيك الحمض كربوكسيلي زائد كحول. السؤال رقم 4، انشئ جدول وصفي لتقدم التفاعل. بسيط، ما تضيعش الوقت هنايا في الجدول الوصفي، كما كنقول لكم في الدرس ما تبقاوش ديروا في الاستره والحماء صيغ نصف المنشوره. لخص مثلا الاستير نعطي له غير الحرف او، يعني في المعادله التفاعل الاستير نعطيو او الحرف الاول ديال الاستير زائد قلنا الاستير زائد ماذا؟ زائد الماء H2O ولا كتكتب له، كيعطيك لاسيد بالحرف ا زائد لا باز عطيه الحرف ب الكحول، دونك لاسيد بليس الكحول، وكدير الحاله البدئيه الوسيطه النهائيه. في الحاله البدئيه كدير 0.1 ديال الاستير، هي كيتفاعل مع 0.1 الماء، هنايا رد بالك عندك تمشي دير وافر، هنا الماء ما كيلعبش الدور الموديب، وكيني كمتفاعل كيتفاعل مع الاستير باش يعطيك الحمض والكحول، دونك كدير كميه الماده البدئيه ديالو 0.1. بالنسبه للنواتج الحمض والكحول 0.0 في الحاله البدئيه. في الحاله الوسيطه كدير 0.1 ناقص اكس 0.1 ناقص اكس، وكيتكون اكس اكس واحد يعني التقدم لافونسمون اكس اكس. في الحاله النهائيه كتعوض اكس باكس ماكس، دونك 0.1 و اكس ماكس 0.1 و اكس ماكس اكس ماكس اكس ماكس. احنا عطينا جدول وصفي. السؤال 5، احسب قيمه خارج التفاعل كي ار. والسؤال 6، هل المجموعه الكيميائيه في حاله التوازن؟ دونك هنايا باش نجاوب على هذا السؤال 6، المجموعه الكيميائيه في حاله التوازن ولا لا، كنحسب بعدا كي ار وكنقارنها مع داك اللي عطاونا عليها. هنا عطاوك الا كانت ك ثابته التوازن كبر من خارج التفاعل، المجموعه تتطور في المنحى رقم واحد. الا لقيت العكس كي ار هي اللي كبر من ك، المجموعه تتطور في المنحى المعاكس. والا لقينا التساوي المجموعه في حاله التوازن. مزيان، دونك باش نحسب خارج التفاعل كي ار شنو كنديرو؟ شنو هي القاعده باش كنحسبو خارج التفاعل كي ار؟ مزيان،
إذن كي اف كيساوي جداء التركيز ديال النواتج، النواتج هما الحمض والكحول، دونك جداء التركيز ديال الحمض فوا تركيز الكحول مقسومه على التركيز ليستير فوا تركيز الماء انطلاقا من الجدول الوصفي فواحد اللحظه اللي وقف فيها التفاعل، يعني فواحد اللحظه دي الانستونتي فاش زدنا الماء المثلج باش نوقفوا التفاعل. انطلاقا من الجدول الوصفي ان هاد التراكيز متساويين، الحمض والكحول متساويين، دونك كناخذ واحد فيهم اس اثنان، يعني الحمض اس اثنان مقسومه نفس الشيء عفوا يعني الاستير والماء متساويين. مثلا كناخذ لا النواتج هنا الحمض في البسط الحمض والكحول، كناخذ الحمض اس اثنان مقسومه المتفاعلات الاستير والماء يعني كميه الماده ديالهم انطلاقا من الجدول الوصفي متساويين، دونك كناخذ الاستير تركيز الاستير الكل اس اثنان. دابا التركيز نردو بدلالات كميه الماده، دونك التركيز ديال الاستير اش كيساوي؟ هي ان ا كميه الماده ان ا اللي تكونت ديال الحمض، تركيز ان ا اس اثنان مقسومه على الحجم اس اثنان، دونك التركيز ديال كما قلنا الحمض اس اثنان هو كميه الماده ان ا مقسومه على الحجم اس اثنان مقسومه. دابا التركيز ديال الاستير اس اثنان شنو هي؟ انطلاقا من الجدول الوصفي هي ان ا هي 0.1 ناقص اكس ماكس لكل اس اثنان مقسومه على الحجم اس اثنان، كيمشي الحجم في البسط وفي المقام كيبقى؟ كيبقى لك ان ا اس اثنان مقسومه على 0.1 ناقص اكس ماكس، اكس ماكس هي ان انيت، دونك كيبقى لك ان ا لكل اس اثنان مقسومه على 0.1 اللي هي كميه الماده البدئيه ناقص اكس ماكس اللي هي ان ا لكل اس اثنان. كدير التطبيق العددي ان ا يعني ان ا هي 3.33 فاش ناقص 2 لكل اس اثنان كديرها في البسط وكتقسم عليا وكتقسم على 0.1 ناقص 3.33 فاش ناقص 2 لكل اس اثنان، وفاش كتبسط هذا الخارج كتلقاه تقريبا يعني كتلقى 3.3 مقسومة على 6.7 كتعوضها ب 0.5 0.5 مقسومة على 2 دونك كتلقى هذا الخارج 0.5 وكيتقسم على 2 حيت كتلقى هنا في المقام كيبقى لك 2، ولا درتي 0.5 وقسمتي على 2 كيعطيك 0.25. اذا هنا غادي تلقى خارج التفاعل كي ار كيساوي بالضبط 0.248 و 0.248 راه تقريبا 0.25. وبالتالي في السؤال 6 بما ان ثابتة التوازن ك كتساوي قيمة خارج التفاعل كي ار، إذا فالمجموعة الكيميائية في حالة التوازن، إذا هنا نعم المجموعة الكيميائية في حالة التوازن أعطيك تعليل لأنك كتساوي كي ار. دونك هذا هو يعني لي بروف ديال لاشيمي، فيه 4 ديال التمارين كما كتلاحظوا بساط، إلا بريباريتي مزيان المعارف ديالك وعرفتي تضبط الوقت ديالك ودير التطبيقات العددية مونطالمون يعني بلا ما تخدم الكالكيلاتريس راه غادي تجاوب على الكيمياء وتربحوا كامل. اذا خليكم معايا ان شاء الله في التقديم المقبل وغادي نصح معكم التمرين ديال الفيزياء هو هذا. اذا دائما في تمرين الفيزياء منقطع على 30 نقطه لا يسمح باستعمال اي اله حاسبه كما كانت، وفي التمرين رقم 1 اجب بصحيح او خطا كما تلاحظوا معايا هنا على مجموعه من المعارف اللي شفتوها سواء في الكهرباء ولا في الموجات الى غير ذلك. فيها ايضا واحد التمرين على التحولات النووية خاص بالتحولات النووية، في واحد التمرين خاص بالكهرباء كما كتلاحظوا معايا، وكاين واحد التمرين خاص بالميكانيك. أسئلة جد بسيطة فقط نعرفوا كيفاش نجاوبوا. إذا إن شاء الله في التقديم المقبل غادي نحاول ندير معكم تصحيح التمرين الفيزياء، دونك غادي نحاول نخدم واحد مجموعة يعني من الامتحان من المباريات سواء ديال كلية الطب والصيدلة سواء ديال المدارس العليا لولوج المدارس الوطنية للمهندسين، وغالبا غادي نبقى نصح لكم تمرين الكيمياء وتمرين الفيزياء في كل مباراة. خليكم معنا في التقديمات المقبلة إن شاء الله وبالتوفيق للجميع.